يجد الوالد نفسه عاجزاً عن علاج فلذات أكباده ويخسر أطفاله واحداً بعد الآخر، فالأمر يفوق القدرة على التحمل. فقد طفلين ولم يبق له إلا واحد، ينتظر قدراً مماثلاً وتنقذه 100,000 دولار. توفي لي ولدين قبل حسين، حسن وعلي، بنفس الحالة المرضية اللي كانت مع 3 أولاد. هلأ حالة الصبي مناعته صفر، عايش على إبري كل 15 يوم بيخدها بس احتياط من جرثومي أو شيء بتحميه داخلياً، بس عايش عليها. أي قريب أي فيروس الولد بيروح مثل ما راحوا أخواته. حسين هلأ فحوصاته بتقول إنه بده عملية زرع بالنخاع العظمي، عمليتها تنعمل بإيطاليا، بتكلف بحدود 100,000 دولار. بناشد هالمسؤولين والنواب والوزراء الدولة أصحاب الخير أعمال الخيرية ينظروا لهالصبي يلي حياته وقفي على هالعملية. هذه هي حال والد الطفل حسين المهدد باللحاق بشقيقيه بسبب مرض ضعف المناعة لديه، والذي لجأ إلينا ربما تكون الثالثة غير ثابتة بدعم أهل الخير.